المواقع ديال الفرصه فاش دير لي بوان استراتيجي اللي خاصك دير باش تحيا المدينه باش تغير كما قال ولا السيد باش تكون عندها هويه وسلطه. هذا اشكال اليوم حسب مضمون الاتفاقيه اللي قراها واللي تبعها فيها كنهضروا على كونسيب جديد لمعالجه المشكل. شنو هو هذا الكونسيب الجديد؟ لان في واحد الوقت كانت الدوله عندها برنامج أذن بدون صفح، واللي قرار طالع على التقرير ديال المجلس على الحسابات اللي خرج مؤخرا على مدن بدون برنامج ديال مدن بدون صفح، اكتشف هو كما سموه تقرير أسود، كيفاش تعالج البرنامج والاختلالات اللي كان فيه، الأموال واش وصلنا لوبجيكتيف ولا ما وصلناش، لقات راسها الدولة وخلاصات حصات 84 إقليم. لقات راسها كتسكنات 84 اقليم، لقات راسها حصات 274,000 ساكنه، لقات راسها مسكنه 470 كدا 70,000 ساكن، ولقات راسها بانه المدن والعمالات اللي محصيين في الاحصاء الاول ما سكنوش ما شملوش البرنامج، وجاو عمالات اخرين اللي ما كانوش كاع في البرنامج وسكنوا ومنهم تمام. بمعنى هذا البرنامج شي من اختلالات وامور اللي حسب التقرير ديال المجلس على الحسابات، اليوم حنا خصنا ناخذ الخلاصات ديالو. عندنا التجربه الاولى ديال الدوار الصحراوي ما لها وما عليها، وانا لا كما قال السيد الرئيس الجماعه ماشي اختصاصنا السكن فعلا، ولكن كاين واحد الامر السيد الرئيس ماشي اختصاصها الذاتيه ولكن اختصاصاتها المشتركه. احنا كنتكلموا على سياسة عمومية اللي مايمكنش قطاع يدبرها بوحدها، علاش كنقولوا حتى في الدستور تلقائية بين السياسات العمومية، راه كاين جماعة وكاين شركاء، مؤسسات حكومية وكاين حكومة وكاين كذا، باش ندبروا واحد الإشكال عاوز إذا عاوننا على جامعة ولا مؤسسة بوحدها راه مايمكنش، راه براسها الوزارة كاع مختصة كاع عندها اختصاصات، ومين كتبغي دير برنامج بدون صفيح كانت مع وزارة الداخلية ومع الجامعات ومع مؤسسة شي بعمومية كعمران وغيرها اللي ممكن سميتو هو تشكل الإشكال. رجع للنقطة شنو هو هذا الكونسيبت الجديد؟ لأول مرة علاش أنا قلت بأنه التحدي والريان ماشي ساهل في تمارة، راه ممكن مدينة تمارة تكون نموذج جديد لحل مشكلة دور الصفيح في المغرب كامل. أنا نقول علاش؟ لأن الكونسيبت الجديد شنو هو حسب الأمور الإتفاقية؟ الشركاء في القطاع العام غيشتغلوا عند سيكتور بريفي، شراكة قطاع عام قطاع خاص. اليوم الدولة والشركاء ديالها راه ما غتجهز ما غتبني، غنجيو باتفاقيات خصوصية مع المقاولين اللي عندهم فوليم ديال البناء كبير 500 600 1000 2000 3000 في العام خصوصية، ونقولوا لهم حنا غنشتغلوا داك الشيء اللي عندهم، ما غندخل لا في البني لا في المشاكل ديالو لا في التجهيز لا في غيره. حسب مضمون الاتفاقية بأنه الجامعة شنو الدور ديالها، حيت حنا خصنا نتكلمو على راسنا، حسب اللقاء اللي كان الأول المجلس مع العمل كان عطا واحد الرقم، إحصاء 2010 كانت 10,000 براكة، اليوم كنتكلمو على التقديرات ديال 15,000 على مستوى مدينة تمارة، وكنتكلمو على مستوى الإقليم 18,000. شنو الدور ديال الجامعة؟ الجامعة دورها هو أنها تعطي العقارات اللي عندها مخصصة كما قال السيد الرئيس لإيواء دور الصفيح، لكن هاد العقارات اليوم مواقع استراتيجية هي مدينة تمارة، هي شارع حسن الثاني شارع محمد الخايس، والعز اليوم عند الجماعة في الميزانية والأمور اللي هي ما قادراش تأدي ديك مستبدلة عندي 10 مليون، الصندوق ديال الوزارة ديال الإسكان غادي تدي 4 مليون، غتبقى 6 مليون هي اللي غتأديها بين الجماعة والمملكة ديال الدولة في إطار وزارة المالية. على اساس بان هذا سلم الاراضي ولا بونس تعطيه الدومين، ومن بعد في الدومين تستثمر ديك الاراضي والحصيله ديالها لانه يرجع داك الشيء اللي ممكن تقييم سمو. ولكن عندنا واحد الاشكال السيد الرئيس، وكون كل يوم حنا غنصيفطو في الاتفاقيه عضو في اللجنه ديال الكوميتي التسويبي والكوميتي البيلوطاج، هو هذا العائد ديال الاراضي ماشي ساهل، الزونين والثمن والتقييم خاص الجماعه ما تضيعش حقها، هذا امر. الامر الثاني هو الإحصاء جيد للساكنة، دور الصحيح الإحصاء
صح ولا حتى تحرمش على الحسابات كانت فيها مشاكل راسك. حسينا النوبه الاولى 200000 كان راسنا في 400000. لا الناس كاع الحق كما داروا الاخوان وهادشي حنا ما نضربوش عمليه الايديال كانت في المشاكل، ولكن على الاقل نوفروا لها شروط نجاح الممكنه اللي يمكن. الامر الثاني هو اننا غنتعاملوا مع السيكتور بريفي 100%. السيكتور بريفي راه كما اللي غنديروا بالربح. الدولة باغا دير استقرار اجتماعي مساعدة اجتماعية عندها رهان، ولكن السيكتور بريفي حتى هو غير بيربح. هنا القضية أمر آخر هو الجودة في السكن والمراقبة ديال الأبراج ديال البناء. هذا أمر باب تخصو يخص الشركاء. وحنا عندنا الصوت ديال الرئيس باقي نخيطوهمش، عندنا الصوت ديال الرئيس تما باش الأمر ما نطيحوش اختلالات في البناء اللي هي عرفت التجربه. راه عندنا الفوليوم ديال السكن اليوم ما كنتكلموش على 14 مليون كما هو السابق، كنتكلموا على 25 مليون غتكون الفوليوم ديالو اوسع. الامر الاخر هو الاخير باش نختم به هو القضيه ديال الاراضي اللي دابا غتعطي الجو اللي كاينه فيها دور الصفا كما قلت للرئيس. كاين اراضي في ملكيه الجماعه نسيتها، وكاين اراضي ديال الدومين، وكاين اراضي ديال الكيش. تما كاين اراضي اللي ديجا نشروا من قدام كما قال السي رامي 100000 4000 3000 حتى 85 سمعتو. راه الكيش ربما الاتفاقيه جات جاوبت على هذا المشكل، بان كاين واحد الارتيكل بانها معالجه ديالها. انا باش نختم الكلام ديالي اليوم، المجلس في محطه تاريخيه وفتح هذا الورشه بشراكه، ونشكر السيد العام انه حتى هو الرهان ديال النوبه الاولى. خصنا نفكوا هذا المشكل، راه لا تنمية في الجامعة بدون إلى ما حيدناش دور الصفا. هذا كلام قالو هو، قال بأنه واخا نديرو الطرقعة واخا نديرو كذا ما كانش دور الصفا. الناس عادوا الإشكال بقاو ديما كندورو في نفس الدوامة. اليوم كاين الحمد لله نفس جديد، وكاين مقاربة تشاركية حقيقية مع المجلس وشركاء آخرين. أكيد بأنه هذا المجهود الجماعي سيتوج بتجربة جديدة كما قلت، تجربة جديدة يمكن تمارا تكون سباقة على المستوى الوطني. وما يجيش حتى شي واحد يقول لنا لا راه المجلس راه ما كانش ولا راه ما دارش. اليوم راه كاين اتفاقية شراكة واضحة والتزامات ديال الجماعة، والأمور اللي خاصها ديرها بالشفق وهي جزء من حل المشكل، ماشي خارج، جزء من حل المشكل. وشكرا، الله يوفق الجميع. شكرا.